بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. انا معاكم محمد لبيب المحامي، باحث ماجستير في التحكيم والوسائل البديله لتسويه المنازعات، كليه الحقوق جامعه حلوان. في البدايه احب اوجه رساله الى الساده المحامين في ظل تلك الظروف وتلك الجائحه التي طالت العالم كله. خليك دايما بتفكر خارج الصندوق ودور على وسائل بديلة لتسوية منازعاتك حتى يمكن أن يتحقق من خلال دور حضرتك أن أنت تكون سبب في تسوية النزاع المعروض عليك بطرق بديلة كما يتجه العالم كله الآن. الحقيقة أنا حبيت أن أنا أختار لحضراتكم موضوع هام جدا، وهو الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات، خاصة زي ما احنا قلنا في تلك الظروف التي تمر بها البلاد بل التي يمر بها العالم كله. كتير جدا الفترة اللي فاتت تم تعليق الجلسات والمحاكمات، فبالطبع احنا كمحامين كان لينا دور ان احنا نحاول دايما نفكر خارج الصندوق وايه هو الطريق اللي ممكن اسلكه عشان خاطر احصل على حقوق موكليني او ان انا اسوي النزاع. الحقيقه الوساطه كطريقه بديله لتسويه المنازعات هي اداه من الادوات الهامه جدا التي يمكن ان يستخدمها الساده المحامين لتسويه نزاعاتهم زي ما احنا قلنا والوصول الى اتفاق ما بين الاطراف. الحقيقه الوساطه ليس المقصود بها السمسره او موضوع ان يبقى هناك شق تجاري بها، ولكن الوساطة هي مرحلة متقدمة من التفاوض تتم بمشاركة شخص ثالث أو شخص أجنبي بعيدا عن الطرفين، يكون محايد إلى حد ما ويقوم بالتحاور والنقاش ما بين الطرفين محاولا تقريب وجهات النظر بينهما وصولا إلى حل يرضي الطرفين. إذن هو يقوم على تسهيل الحوار بين الطرفين ومساعدتهم للتوصل إلى اتفاق. الحقيقة يمكن لنا أن نكون منصفين للعملاء وللموكلين الذين يتجهون إليك كمحامي، خاصة في أن أنت تعطي للوساطة صفة الإلزام بالنص عليها في عقدك وتعمل لها بند زي ما بنعمل النصوص الخاصة بالتحكيم، ونلزم بها الأطراف للاتجاه إلى الوساطة قبل اللجوء للقضاء. الحقيقة احنا شوية في مصر متأخرين ان احنا يبقى لينا قانون يحدد طبيعة اجراءات الوساطة ويقننها، وهناك الكثير من البلاد سبقتنا في الموضوع ده زي فرنسا والمغرب والاردن والجزائر. ايضا هناك الكثير من مراكز المعتمدة والمراكز الدولية زي مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ايضا عنده لائحه خاصه بنظام الوساطه ويمكن للساده المحامين الاطلاع عليها والاستفاده منها حتى يكون يعني طريق يمكن حضرتك تتخذه مسلك ليك ان انت تقوم بعمليه الوساطه ما بين الاطراف المتنازعين حتى يكون لك دور ايجابي. الحقيقه هذا الامر لا يتوقف على هذا الفيديو، هذا الامر يحتاج من حضراتكم كمحامين وكساده مهتمين بمجال تسويه المنازعات البحث والفحص في ما يخص الوساطة وكيفية إعمالها في البلاد التي وضعت التشريعات لها حتى تتمكن من إعمال الوساطة مع الموكلين أو السادة المتنازعين فيما بينهم. كل الشكر والتقدير لحضراتكم. أنا كنت معاكم محمد لبيب المحامي، باحث ماجستير في التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات. شكرا جزيلا لحسن المتابعة.